تمثل عودة الحياة إلى مدينة تعز شيئا مهما بالنسبة للمواطنين، فبعد أن حصرت هذه المدينة 11 شهرا ومنعت من أبسط احتياجاتها كالمواد الغذائية، ها هي أسواقها تمتلئ من جديد بعد أن كسر الحصار جزئيا عنها من الجبهة الغربية. الآن الحياة أصبحت في المدينة حياة مليئة بالفرح، الناس موجودين الآن بكل مكان. لم يأبه السكان بالقصف العشوائي الذي تمارسه الميليشيات الانقلابية على أحياء المدينة، فهنا تبدو الأسواق مزدحمة والشوارع تمتلئ بالمواطنين الذين خرجوا لقضاء أعمالهم بعد أن غاب عنها هذا المشهد طويلا قبل إعلان فك الحصار. كنا متضيقين صح من الحصار هذا. كسر الحصار جزئيا عن هذه المدينة وعودة الحياة إليها يمثلان بارقة أمل من أجل عملية استكمال تحريرها من قبل الميليشيات الانقلابية. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.